السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم وبأولياء أموركم. النهاردة بإذن الله هنحل معاكم تدريبات الحديث الثالث اللي هو كان بعنوان فضل صلة الرحم من كتاب سلاح الأزهري. الأسئلة اللي بنحلها في الأول دي أسئلة كتاب المقرر. السؤال الأول بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. معنى كلمة يبسط ينقص؟ غلط. يقبض؟ غلط. يزداد ويكثر. ينسأ معناها يؤخر، ايوه يؤخر له في عمره. يقدم يكثر؟ غلط، يبقى يؤخر. اثره معناها اولاده؟ غلط، اجله بدني. غلط. رحمه معناها الجيران؟ لا، اهله واقاربه الاصدقاء. غلط. من فوائد صلة الرحم كثرة المال، زيادة الرزق، البركة في العمر والولد، التوفيق في الطاعة. صلة الرحم معناها تعني البر بالأقارب والإحسان إليهم وتعاهدهم بالزيارة كل شيء، أزورهم ومشاركتهم في الأحزان والأفراح ومودتهم والتغافل عن زلاتهم. قطيعة الرحم لها آثار سيئة، منها عدم التوفيق في الدنيا، دخول النار في الآخرة. وبكده تكون انتهت أسئلة كتاب المعنى، وننتقل لأسئلة السلاح الأزهري. بيقول لي بيد معاني المفردات الآتية. من سره، يعني من أعجبه، اللي عايز يبقى كده، وأحب أن يتحقق له ذلك. يبسط معناها يزداد ويكثر. ينسأ معناها يؤخر في أجله له في عمره. آثاره أي أجله. رحمه اللي هي أهله وقرابته، أهله وقرابتي. زيارة الأقارب من صلة الرحم، صح. على الشخص أن يحاسب أقاربه على أخطائهم، غلط، يغفرها لهم. كثرة الرزق من فوائد صلة الرحم، صح. البعد عن الأقارب وقت الحزن أمر محبوب، غلط. أنت لازم تزورهم وتخفف من أحزانهم وتقرب لهم وقت الحزن ووقت الفرح، تشاركهم. قطيعة الرحم تدخل الشخص النار، صح. ينسى أن يطول له في عمره، صح. الرحم هم الأهل والأقارب، صح. من فوائد صلة الرحم قلة المال، غلط. قطيعة الرحم سبب عدم التوفيق في الدنيا، صح. صلة الرحم سبب من أسباب دخول الجنة، صح. أيضا صلة الرحم تكون بالبر بالأقارب والإحسان إليه وتعاودهم بالزيارة والمودة. صلة الرحم تسبب كثرة المال والتوفيق في الدنيا وزيادة الرزق. قطيعة الرحم بقى تجلب عدم التوفيق والبلاء والنار في الآخرة. صلة الرحم من أحب الأعمال إلى الله تعالى. سمي الأجل أثرا لأنه يتبع العمر، الثناء الحسن والذكر الحسن بعد ما تتوفى. الثناء الحسن بعد ما تتوفى هو اللي بيتبع العمر بقى. سمي أثر. كلمة تخير. أسئلة بقى الامتحانات السابقة بقى. بيقول تخير الإجابة الصحيحة ما بين القوسين. يبسط معناها ينقص، غلط. يقبض؟ غلط. يزداد ويكسر. قطيعة الرحم تؤدي إلى دخول الجنة، غلط، دخول النار. رحمه هي الجيران؟ لا، أهله وأقاربه. صلة الرحم تؤدي إلى بناء مجتمع ضائع، غلط، مغلق، غلط، مترابط. لماذا حث الرسول صلى الله عليه وسلم على صلة الرحم؟ لأن صلة الرحم فيها زيادة في الرزق والعمر والبركة ودخول الجنة وأن ينشأ المجتمع مترابط، فلذلك حسن النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ما النتائج المترتبة على قطيعة الرحم؟ نتائج مترتبة عدم التوفيق في الدنيا والنار في الآخرة. على ما يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف؟ يحثنا
على صلة الأرحام، لأنها فيها كثرة في المال وزيادة في الرزق والبركة في العمر والولد والتوفيق للطاعة والحفظ من المعصية والوقاية من مسارع السوء. ما الفوائد التي تعود على من يصل رحمه؟ اللي قلنا كثرة المال، بركة في العمر والولد، الحفظ من المعصية، الوقاية من مسارع السوء، دفع البلاء، زيادة الرزق. اذكر اثنين مما يستفاد من هذا الحديث. صلة الرحم تؤدي إلى الجنة، تكون سببا في كثرة المال. صلة الرحم من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. من فوائد صلة الرحم كثرة المال وزيادة الرزق والبركة في العمر والمال والولد. طيب، ولد علامة صح من العبارة الصحيحة وعلامة غلط أمام العبارة غير الصحيحة. صلة الرحم من أسباب دخول الجنة صح. قطيعة الرحم سبب عدم التوفيق في الدنيا ودخول النار ودخول الجنة في الآخرة غلط. يعني التوفيق في الدنيا أيوه، دخول الجنة في الآخرة لا، دخول النار في الآخرة. كده نكون انتهينا من التدريبات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.